معنا عبر الهاتف من تونس عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تعرضت اليوم للضرب تحت قبة البرلمان. أهلا بك معنا سيدة عبير موسي، شكرا لانضمامك إلينا رغم صعوبة هذا الموقف الذي مررت به، كيف يمكن أن تعلقي عليه؟ هذا العنف ليس بغريب على هذا المجلس، باعتبار أننا حذرنا منذ أول المدة النيابية من تفشي العنف في المجلس. ليست هذه أول حادثة عنف أتعرف إليها، لكن ربما هذه أول حادثة عنف تتم بكل الوقاحة وبكل التلقائية الضرورية، يعني مع سابقية الإغمار يغادر مقعده ويأتي ليسدد اللكمة الأولى ثم الضربة الثانية على رأسي، ثم عندما يحاول أحد النواب حمايتي يتعرض هو أيضا إلى العنف والجميع يتفرج. وأول مرة هذه الواقعة تحصل أمام أعين وزيرة المرأة داخل قبة البرلمان ورئيسة الجلسة مرأة لا تهتم ولا تكترس، وأكثر ما قالته أنها طالبت المعتدي بالمغادرة. الآن أواصل أنا موضوع اعتداءات متكررة، لأنه بعد الاعتداء بالعنف الجسدي تعرضت أيضا للعنف المعنوي والشتم والسب وهتك الأعراض من طرف رئيس كتلة التكفير وتبييض الإرهاب. والآن أنا أمام قاعة الجلسة العامة، أريد أن أدخل إلى قاعة الجلسة التي ستمرر فيها اتفاقية بيع تونس، ويتم منعي من دخول قاعة الجلسة العامة عبر ميليشيات إدارية جندها راشد الغنوشي دون أن يكون له قرار من مكتب المجلس ودون أن تكون له أي صلاحيات. أنت تفيديننا الآن بأنك تمنعين من الدخول إلى قاعة الجلسة العامة حاليا؟ نعم حاليا أنا وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر أمام قاعة الجلسة العامة، ومجموعة من الإداريين تم تكليفهم بمنعي من الدخول ومطالبتي من التخلي عن محفظتي. إداريون تابعون لحركة النهضة، منظمون تابعون لرئيس المجلس؟ هؤلاء الإداريون تم تجنيدهم من طرف رئيس البرلمان بصفة أحادية دون أي قرار من مكتب المجلس، وتم تكليفهم كفرقة لتنفذ تعليمات كلما طلب منهم ذلك. والآن تم إصداء تعليمات كي لا أدخل إلى قاعة الجلسة. لماذا لا يريدونك أن تدخلي؟ لماذا لا يريدونك أن تدخلي؟ يريدون أن أتخلص من محفظتي، ليس لدي الحق أن أجلب محفظتي التي تتضمن أوراقي وهاتف الجوال وكل مستلزمات العمل. وهذا لم يحصل مع آخرين، لا يحصل مع آخرين، مع نواب. هذا يريدون تطبيقه دون أي سند ولا قرار من مكتب المجلس. تعسف من راشد الغنوشي لكي يتحكم في رقاب النواب ونحن المستهدفون بهذه الإجراءات، باعتبار أن اتفاقية قطر ستمرر بعد قليل وهم يعلمون أننا نعارض بشدة هذه الاتفاقية، ونحن ننفذ اعتصام منذ يومين لمنع تمرير هذه الاتفاقية التي عمد إلى تدليس قرار مكتب المجلس لتمريرها، وهو اليوم يريد أن يمنعنا بهذه الطريقة وهذه المبررات الواهية لكي لا نتمكن من دخول الجلسة والتعبير عن موقفنا كمعارضين لهذه الاتفاقية وتمريرها. أستاذ عبير موسي، أنت أمام يعني القاعة لا يسمحون لك بالدخول، وتعرضت اليوم للضرب وكذلك للتعدي اللفظي أيضا، وليس فقط للضرب، يعني تعرضت أيضا للضرب. وتم إعادة الاعتداء علي أمام قاعة الجلسة في هذه اللحظات منذ قليل، نفس الأشخاص أعادوا الاعتداء علي على مرأى ومسمع من الموظفين ومن نواب الكتلة ومن كل الحاضرين في البرلمان. طب هل هناك من تحرك على المستوى النيابي القضائي على مستوى المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع منذ تم الاعتداء عليك؟ اتصلت بالنيابة العمومية على مستوى حصة الاستمرار، افادوني ان وحدة الابحاث في العنف ضد المرأة مغلقة، واتصلنا بمنطقة باردو القريبة من المجلس، افادوني ان وحدة الابحاث في مجال العنف ضد المرأة مغلق، واشار الي بان اذهب الى فرقة ابحاث اخرى بعيدة كل البعد عن مجلس باردو، وانا رغم الاوجاع ورغم الالم ورغم العنف اريد ان اباشر عملي لامنع تمرير الاتفاقية التي ستبيع تونس. هل تستطيعين منعها إن حضرتي أصلا؟
يجب أن أقوم بواجبي كحزب معارض، وكل طرف يتحمل مسؤوليته. تمام. والتاريخ يسجل، وهناك وسائل للطعن فيما بعد. تمام. للطعن في هذا القانون إن تم تمريره عنوة وبهذه الطريقة المخالفة للإجراءات. تحدثتي عن رئيسة الجلسة ويعني لومتيها على موقفها، لم أسمع منك رأيك. نعم. عن وزيرة المرأة، لأن ذلك حصل أمامها أيضا وتحت قبة وزيرة البرلمان. وزيرة المرأة سبق أن تمت إهانة نساء تونس ما أمامها، وتم نعتهن بأبشع النعوت من طرف أحد أعضاء كتلة التكفير وتبييض الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر، ولم تحرك ساكنا. اليوم تؤيد نفس الكرة. العنف الجسدي والعنف المعنوي وهتك الشرف حصل أمامها على مرأة ومسمع منها، ولم تحرك ساكنا، ولم تنبس ببنت شفة داخل قاعة الجلسة. هل تتهمين النهضة مباشرة بأنها هي التي دفعت النائب إلى الاعتداء عليك، خاصة أنه يعني هو نائب ليس يعني تابعا مباشرة حاليا للنهضة؟ راشد الغنوشي هو الذي يحرك خيوط اللعبة، وسبق أن صرحت أن منع الحماية الأمنية من مرافقتي داخل فضائيات البرلمان القصد منه تسهيل الاعتداء علي وتسهيل تصفيتي. واليوم هذا النائب كان متغيبا لفترة كبرى، واليوم حضر وتم تكليفه بذلك، لأنه جاءني دون أن أتوجه إليه بأي كلمة، دون أن أشعر حتى بوجوده في قاعة الجلسة. أستاذ عبير موسي، وجود أمر مدبر. هل أنت متخوفة من إمكانية حدوث لا سمح الله استهدافات على مستوى أكبر لك أو لسياسيين ومسؤولين آخرين إن استمريت على هذه الوتيرة؟ بالنسبة لشخصي أنا مستهدفة وهذا مؤكد، وأنا في خطر داهم هذا مؤكد، وأوامر تصفيتي بكل الأشكال حتى باستنزاف قوتي هذا مؤكد، وراشد الغنوشي يتحمل هذه المسؤولية ويقف وراء ذلك، والدولة التونسية مورطة في هذا باعتبار أن الحكومة في شخص وزارة العدل ووزارة المرأة ورئيس الحكومة تسكت أمام هذه الاعتداءات السافرة التي تحدث في حالة تلبس، والقضاء التونسي لا يتحرك لمعاقبة المعتدين رغم أن دستور البلاد يسمح بذلك. إذن هناك نية ممنهجة لاستهدافي وإبعادي من الساحة السياسية وإبعادي من المعارضة لأنني أزعجهم. بماذا تطالبين ومن تحديدا؟ رئيس الحركة، حركة النهضة، رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة، رئيس البرلمان، الرئيس قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي؟ كلهم مورطون. راشد الغنوشي هو رأس الأفعى، هو الذي يحرض لكل هذه الجرائم، وهو الذي يتخذ القرارات المخالفة للقانون، وهو الذي يريد تمرير الاتفاقية المشبوهة في وقت الشعب التونسي لا يقدر على التعبير على احتجاجه في الشارع لأن الوباء يفتك به. والحكومة والدولة ورئاسة الجمهورية والقضاء التونسي كلهم مسؤولون عما يجري. تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب وللعنف ولمخالفة القانون، وأصبح الإفلات من العقاب هو المبدأ، وهناك أشخاص لهم حصانة لأنهم قريبون من راشد الغنوشي ولا يخشون أي معاقبة، وهذا ما يجري وهذا هو الواقع. أستاذ عبير موسي، هل تعتقدين أن التغيير في الشارع مع هذا الكلام، يعني كل ما قلتيه حتى الآن لم يعني للأسف أنه لم يجدي، هل تعتقدين أن الشارع معني بأن يتحرك، بأن الاتحاد العام للشغل معني بأن يتحرك ويحرك معه الشارع؟ المشكل أن الشعب مكبل بوباء الكورونا، الشعب ممنوع من الخروج، التجمعات ممنوعة، المسيرات ممنوعة، الحالة الوبائية في تونس خطيرة جدا، والحكومة لم تقم بواجبها في جلب اللقاح للشعب التونسي، لذلك هناك أزمة صحية أدت إلى أن الشعب التونسي لا يمكنه أن يعبئ الشوارع، والغنوشي يمر إلى السرعة القصوى ليستغل هذا الظرف الوبائي وانشغال التونسي في الوباء وفي دفن عائلاتهم الذين يموتون يوميا بهذا الوباء ليبيع تونس ويمرر أجندته المشبوهة في ظل صمت قاتل من الكتل البرلمانية وتواطؤ مفضوح من كل الفاعلين داخل المشهد السياسي.
أستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من تونس، وهذه صورتك بالخوذة وأنت تتحدثين إلينا وبالكمامة من أمام قاعة الجلسة العامة، حيث أفدتين قبل قليل بأنه يتم منعك من قبل إداريين كما قلت تابعين لحركة النهضة من الدخول إلى قاعة هذه الجلسة. الآن حصلنا الصورة وأنا أتابع معك. تفضلي تفضلي، أنا نستطيع أن نراك مباشرة الآن على الهواء. نعم، يقفون أمامي ويمنعون دخولي ويطلبون أن أتخلص من محفظتي التي فيها أدواتي. طيب أنت مطلوب منك، هل ستتخلين عن ذلك كي تدخلي وتحاولي أن تقولي ما يمكنك أن تقوليه وتفعليه في الداخل؟ ماذا سيكون قرارك؟ يجب أن أقوم بواجبي، يجب أن أدخل ويجب أن أقوم بواجبي والجميع يتحمل مسؤوليته. طيب يعني الحقيبة لماذا أنت مصرة عليها؟ خليها برا وأدخلي. لأن فيها أغراضي، الهاتف والشحن والجيل والواقية البريد وكل المستلزمات. طيب، مستلزمات النائب، هل هناك إمكانية لأن تطالبي بحماية من الخارج من قوى أمن وغيره إذا ما تطور الوضع أكثر؟ نحن نحتكم للشعب التونسي ونستمد شرعيتنا من الشعب التونسي، ونحتكم إلى المؤسسات الدولية التي ترتبط تونس باتفاقيات معها، ولدينا شكايات لدى منظمة الأمم المتحدة، وسنلجأ إلى المحاكم الدولية لأن ما يجري ضدنا هو جرائم ضد الإنسانية وعملية استنزاف لفئة من الشعب التونسي وعملية تمييز ضد فئة من الشعب التونسي، وهذا أصبح ممنهج من كل أجهزة الدولة، والإفلات من العقاب لكل من يعتدي علينا أصبحت سياسة الدولة. سنستعمل حقوقنا القضائية والقانونية في إطار احترام السيادة الوطنية وعدم الإضرار بمصلحة تونس. أستاذ عبير موسي، البعض سيقول لك أن هؤلاء نواب في البرلمان، أنت تتهمينهم بكل هذه الاتهامات، هم كما أنت منتخبون من الشارع التونسي وأنت تقومين باستفزازهم، بتعمد استفزازهم كما يقولون هم بين قوسين وفق مصطلحاتهم، ما رأيك؟ ما ردك؟ تم انتخابهم لخدمة الشعب التونسي ولم يتم انتخابهم لبيع الوطن، وتم انتخابهم بالمال المشبوه وبتوظيف المواطنين وبشراء الذمم في ظل قانون انتخابي يسمح بأن يكون الدوائر ضمن البرلمان، وفي ظل عدم شفافية مالية وتمويل الحملات، وفي ظل هيئة انتخابية غير مستقلة. إذن كل المنظومة السياسية اليوم في تونس فشلة وأثبتت أنها أضرت بالبلاد ودمرتها، ولا بد من مراجعتها وتغييرها وإبعاد هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب التونسي من المشهد السياسي. لدرجة أنه تلبسين الخوذة والدرع في تحت قبة البرلمان، أو يعني كلما تخرجين خارج بيتك؟ ألبس هذه الخوذة والدرع الواقي داخل البرلمان لأنني مستهدفة داخل البرلمان، والدواعش ومبيضي الإرهاب ودعاة العنف وممارسو العنف موجودون داخل البرلمان، واليوم لولا الخوذة التي على رأسي لكانت الأضرار على مستوى رأسي أكبر، ولولا الواقي الدرع الواقي لكانت الأضرار على مستوى كتفي أكثر، وبالتالي أثبت الواقع أنني مستهدفة بالعنف داخل البرلمان، وأن منع الحماية الأمنية من مرافقتي هو قرار لتسهيل الإضرار بي والاعتداء علي، وتتحمل الدولة التونسية كل ما يحصل لي خاصة في ظل الإفلات من العقاب كما سبق أن أكد. تمام، تذكرني الأخبار العاجلة التي أقرأها وتظهر على الشاشة عن مواقفك معنا في هذه المقابلة أستاذ عبير موسي، بقولك الغنوشي يستغل الوضع الوبائي، ماذا تقصدين في ذلك إذا عدت لهذه النقطة لو سمحتي؟ كيف يستغله؟ أقصد أنه في هذه المرحلة البرلمان يعمل عن بعد، وبالتالي ليس هناك حضور كامل للنواب، والشعب التونسي لا يمكنه الخروج للشارع ولا يمكنه التظاهر، وبالتالي الفرصة سانحة للغنوشي لتمرير قراراته صحبة حلفائه وصحبة الأغلبية التي كونها في مكتب المجلس، وبواسطة الخروقات والمخالفات الإجرائية التي يقوم بها صباحا مساء ويوم الأحد. ما الخطر الذي يتهدد تونس من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات؟ لماذا أنت تخشين منها؟ هذه الاتفاقية هي مع صندوق تحوم حوله العديد من الشبهات عبر علاقته بقطر الخيرية المورطة في الإرهاب ولديها شبهات كبيرة،
ومصنفة إرهابية، وحتى في تونس تحركاتها مشبوهة. وأيضا هذه الاتفاقية تتضمن بنود تمنع الدولة التونسية من أن تكون سيدة على قرارها، تمنعها من أن تتدخل في شؤون هذا الصندوق، وأيضا تعطي صلاحيات لا حدود لها لتدخل هذا الصندوق، وتمكنه من تكوين شركات ومن الدخول في شراكة مع الدولة، من تكوين صناديق استثمارية وتحويل أمواله وإحصاءات ضريبية بالجملة، وهذا غير مقبول ويمس من مصلحة تونس ويؤيدنا إلى مربع تبييض الأموال وشبه التمويل الإرهاب. شكرا جزيلا لك عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. شكرا. عبر الهاتف من تونس مع هذه الصور المباشرة لك. نختم هذه الساعة الأولى من العربية الليلة لنفتح ملفات الساعة الثانية على رأس الساعة إن شاء الله.